السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي أعزائي الطلبة والمشاهدين. في المحاضرة اليوم في درس الجافة سنتعلم كيفية البحث واسترجاع قيمة من المصفوفة الري. إذن سيكون عندنا مصفوفة فيها مجموعة من القيم، هنبحث عن قيمة مسترجعها أو نطبعها من هذه المصفوفة بحسب الرغبة رغبتنا. ايش احنا حندخل القيمة حيبحث عنها في المصفوفة حيسترجع لنا اياها. اذا تعالوا الان نقوم بكتابة اكواد البرنامج باضافة مصفوفة. نعرف مصفوفة على سبيل المثال اكس وتساوي مجموعة القيم التالية، مجموعة القيم التالية على سبيل المثال خمسة ثلاثة ثمانية ثلاثة. إذا هون بحثنا أو قمنا بإنشاء مصفوفة من أربعة القيم، هي الخمسة والستة والثمانية والثلاثة. الآن سنقوم بعملية البحث بطلب الرقم. بافتراض أن المستخدم يحتاج إلى مربع حوار لإدخال القيمة المطلوب البحث عنها، فإذا سنستعين مربع حوار. قبل أن نقوم بكتابة الكود الخاص بمربع الحوار لابد أن نعرف متغير يستقبل القيمة من مربع الحوار الخاص بالمستخدم. نعرف قيمة string، طبعا قيمة نصية لأن مربع الحوار يرجع قيمة نصية، نسميها مثلا حرف الاس. الآن المستخدم يظهر له مربع حوار، مربع الحوار اس يساوي، لابد من استدعاء المكتبة الخاصة بالمربع الحوار الجو اوبشن بان دوت شو دايلوج. شو دايلوج نضع الرسالة المطلوب لظهورها في مربع الحوار على سبيل المثال انتر يور نمبر، يعني ادخل الرقم الذي تريده للبحث عنه على سبيل المثال. الآن مربع الحوار سيقوم بظهور وتخزينه في المتغير S اللي هو السترينج اللي عرفناه مسبقا. بعد وصولها لابد أن نحول القيمة النصية هذه إلى قيمة رقمية من نوع عدد صحيح، يعني هذه قيمة نصية، لأن المصفوفة أيضا قيمة نصية من نوع، المصفوفة اللي عندنا مصفوفة من نوع رقم صحيح. إذا حنعرف، حنقوم بتعريف متغير جديد نضيفه هنا مثلا num int num، المفروض انه هو رقم num يساوي integer. نحول، نقوم بعملية التحويل للقيمة في متغير s، نحول قيمة نصية إلى قيمة رقمية من نوع صحيح، من نوع صحيح parse end. الآن حيطلب مني المتغير s اللي هو حيكون في القيمة النصية المرجعة من مربع الحوار. الآن أصبحت القيمة عندنا مخزنة في النم، أصبحت القيمة اللي أدخلها المستخدم في نم. الآن تبدأ عملية البحث،
سنبدأ بعملية البحث. طبعا ثم نلاحظ أن المصفوفة هذه يوجد بها 4 قيم، بالتالي نحتاج إلى جملة فور لتقوم بقراءة كافة القيم، وعند وصول القيمة المطلوبة نوقف عمل جملة التكرار ونظهر رسالة أنه تم وجود أو الرقم المراد موجود. نجرب نكتب الكود الآن فور، قم ببناء جملة فور. تعلمنا أن جملة فور تنقسم تطلب 3 شروط أو في بنيتها. نعرف أولا متغير زي مثال يساوي 0 هو العامل الأول، شرط التكرار اللي هو أن أقل من 5، أقل من 4، لأنه عدد أرقام أو عناصر المصفوفة 4. وهنا يسأل سائل لماذا شرط التكرار في داخل جملة فور ب4؟ لأنه عناصر المصفوفة 4. يبدأ فهرس العنصر الأول ب0 وينتهي فهرس العنصر الأخير ب3. الآن بعد ما كتبنا نرغب بإضافة جملة الفحص، ممكن نستعين بجملة إف الشرطية إف، والشرط طبعا هيكون عنصر المصفوفة إكس إن يساوي نعم، هذا الشرط. هذا الشرط. لأن ماذا يحدث لما يتم المساواة بين العنصر ان اكس ان، هنا الاكس اللي هي عبارة عن عنصر المصفوفة اللي فوق الان، اللي هو يأخذ القيمة من التكرار، يبدأ بصفر وينتهي ب3، وتتغير طالما هو ايش يبحث او كل مرة تكرار. الان لأنه إذا كان موجود الآن متحقق شرط المساواة أنه الرقم فعلا موجود في داخل المصفوفة، راح نقول إحنا فعليا اطبع جملة طباعة system dot out dot out dot print والقيمة نمبر از فولد على سبيل المثال، اي ان الرقم تم حيطبع الرسالة اذا تمت المساواة انه هذا العنصر في المصفوفة يساوي النم، والنم اللي هي عبارة عن قيمة المرجع من مربع الحوار زي ما تحدثنا في الاول، فيطبع لي هذه الرسالة. وتأكيد على ذلك لابد من إضافة جملة بريك المحجوزة لإيقاف عملية ماذا؟ اللوب التكرار إذا ما وجد العنصر، إذا ما وجد إيش العنصر. ويفضل نضم بين قوسين مجموعة، هون أفضل وضع داخل قوسين مجموعة للتأكد من سلامة الكل. سنحاول الآن التجربة الآن للتأكد من سلامة الكود. طبعا تكرار نعم مصفوفة تعريف متغير السترينج لاستقبال القيمة نم بعد تحويل القيمة إلى عدد صحيح آخره. أيوة كلام سليم، فيش نجرب الآن. سنقوم بانتظار ظهرة نافذة إدخال الرقم. ندخل الرقم 3 وهو العنصر الأخير في المصفوفة إكس كما نشاهد. نضغط أوكي، انتظر. نلاحظ أنه كتب ذا نمبر إز فاين. إذا عندي تنفيذ البرنامج، النمبر
is found. للمرة أخرى. نأخذ الرقم 5. مرة أخرى قاموا بتطبيق برنامج وجدوا the number is found. مرة أخرى. الآن لابد كمان نفترض أنه الرقم المدخل مش موجود. نفترض أن تظهر رسالة أنه الرقم غير موجود. بإمكاني else قوس المجموعة من ساش من ضمن جملة الاف الشرطية ونقول اطبع رسالة system not out الرسالة طبعا the number يعني النمبر غير موجود. النمبر غير موجود. إذن سيقوم بطباعة الرقم غير موجود. وبتجربة البرنامج نفترض أن ندخل رقم غير موجود. عندنا 5 و6 و8 و3 ندخل الرقم 2 لأنه غير موجود نشوف ايش يدينا رسائل. اوكي سنلاحظ انه قام بطباعة the number not found 4 مرات. the number not found the number not found the number not found the number not found. وهذا يثبت انه قام بفحص المصفوفة عنصر عنصر 4 مرات كما مر في البرنامج. يمكن تضمن تطوير هذا البرنامج بشكل افضل من ذلك. بنهاية هذه المحاضرة اشكر لكم حسن استماعكم وشكرا لكم والى اللقاء في المحاضرة اللاحقة ان شاء الله. الى اللقاء.